لكم ان تتخيلوا، قاعده كده في امان الله والاقي واحده قدامي عماله تعمل كده كده، يعني مش بس الريحه فاتحه على البحري، كمان المنظر مش عاطفي خالص. فانت بتفرجين على ايه يا ماما؟ طبعا بقول اي كلام. وازيكم عاملين ايه؟ عوده اليكم من جديد، والنهارده هنتكلم عن مشكله من اكتر المشاكل اللي بتواجه بنات وستات وشباب كتير جدا، وهي مشكله التعرق الزائد، خاصه كمان في الايام الحر قوي بيبقى المنظر مش لطيف خالص ومحرج قوي انه يبقى اللبس عليه اثار العرق. فالنهارده اقول لكم على تريكات وحركات هتفيدكم قوي في الموضوع ده وهتقلل منه جدا. اول حاجه وهي شرب الميه، لازم نعوض الترطيب اللي الجسم والبشره بتفقده بشكل عام. فضروري ان احنا نشرب ميه بكميات كافيه على مدار اليوم عشان الجسم ما يحسش كده بجفاف فياخد وضع دفاعي فيبتدي ان هو يزود افراز العرق. حاجه كمان لازم نبعد عنها وهي الاكلات السبايسي. ممكن تكونوا بتحبوا الاكلات السبايسي قوي، بس عامه لو عندك مشوار مهم مش لازم تدلقي الشطه على الاكل، عشان الشطه بشكل عام بتزود افراز العرق، وكمان الاكل اللي فيه بهارات كتير مش بس بيزود افراز العرق كمان بيخلي ريحته مش لطيفه. ومن اهم الحاجات اللي لازم نعملها وهي ازاله الشعر الزايد من المناطق دي، لانه بيتكون تحته بكتيريا، فالبكتيريا دي بتزود افراز العرق والمنظر ما بيكونش عاطفي. وعامه يعني هي ليله كده من النظافه الشخصيه اولها واهمها هي ازاله الشعر الزايد من المناطق دي. من اهم الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها هو نوع الديودرنت اللي احنا بنستخدمه. ممكن تكوني بتستخدمي نوع حلو جدا وكويس جدا معاكي، بس لما بتيجي تحطيه بيسيب اثر. يعني مثلا ايه، هو كويس كل حاجه بس ما بينشفش بسرعه، واحنا على طول مستعجلين فبنلبس اللبس بتاعنا بسرعه. فعامه يعني ممكن تحطيه تستني ثواني كده لحد ما البشره تتشربه، وبعديها بمنديل طبقه خفيفه كده من المنديل طبطبي عليه بحيث ان انت تشيلي الزياده فما تبقعش بعد كده في اللبس. حاجه بقى ضروريه ومهمه جدا 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 جدا، وهي ممنوع منعا باتا ان احنا نعطر المنطقه دي، ولا اي بادي ميست ولا اي بيرفيوم ولا اي مخمريه ولا اي حاجه في الدنيا تعطري بيها المنطقه دي، عشان ده هيعمل لك التهابات. خدي بقى من الالتهابات اسمرار واحمرار وريحه عرق بقى زياده، لا مش تبقي قادره تحطي عليها المنطقه دي، يعني مش تبقي قادره تحطي عليها ديودرنت، مشاكل قصه كده. فضروري ان انت تبعدي عن اي معطر خارجي على المنطقه دي، هو بس تحطي مزيل رائحه العرق وخلاص. كمان بقى خلينا ندخل على اللبس، لانه مهم قوي ان احنا واحنا خارجين في مشوار برضو طويل نختار نوع اللبس اللي احنا نلبسه عشان ما يبانش فيه العرق زياده، لان دي حاجه مش هنقدر نمنعها، احنا بس بنحاول نخففها ونحاول يعني نقلل منها. فاول حاجه واهم حاجه وهي انه لازم يكون اول طبقه تلامس الجسم هي القطن. القطن بيساعد ان الجسم يتنفس كمان او البشره تتنفس. ابعدوا تماما عن الليكرا والبوليستر، القطن من اكتر الحاجات اللي هتريحكم جدا، هتكون مريحه كمان لو انت لابسه اندر شيرت او حاجه، اي حاجه عامه تلامس خاصه المناطق الحساسه في الجسم لازم تكون من القطن، وقطن نظيف اكيد. يعني في الوان بيبان عليها اصلا العرق، فانت ما تجيش مثلا في وضح النهار تلبسي الوان فاتحه بقى بينك وحاجات كده، لا يا ماما ابعدي خالص عن الالوان الفاتحه دي، لان هي بتظهره اكتر. الابيض والجراي الفاتح والبينك والحاجات دي بتظهره اكتر، فنبعد عنها لو احنا عارفين مشوارنا طويل واليوم حر شديد الحراره، نبعد عنها عشان العرق ما يبانش فيها على طول. خليكم في الحاجات اللي هي الكتات ما بيبانش فيها، او عامه اللبس اللي هو المنقوش، المنقوش زي ده كده مش بيبان برده فيه العرق قوي، فهيبقى يعني حلو شغال معاكي في يوم شديد الحراره. حاجه كمان وهي انه مش بس موضه، هي كمان بيبقى شكلها حلو جدا في اللبس ومش بيظهر عليها العرق قوي، وهي عامه الستايل الاوفر سايز اللي هو اللبس اللي بيبقى واسع شكله، على فكره وش جدا على الجيبات وعلى البناطيل ما يقولكيش لا، وفي نفس الوقت مش هيبان فيه العرق قوي. في حاجه كمان هتساعدكم جدا في موضوع امتصاص عامه الرطوبه من المكان ده، وهي البودره بتاعه الجسم، مش شرط اللي هي فيها معطر شويه عشان برده ما نقربش اي حاجه معطره من المكان ده، جنن تحفه بعشقها. في عامه بودره مخصصه للاماكن الحساسه، بس لو ما عرفتوش تجيبوها فالباودر كمان بتاعه الاطفال تافي بالغرض، اهم حاجه ما نحطهاش يوميا، يعني عارفين مش كل شويه لا، عشان ممكن تسد المسام مع الوقت، بس احنا عارفين يومنا طويل واليوم النهارده حر جدا، البودره دي بتمتص الرطوبه شويه من المكان ده فمش تخليه يعرق على طول، وفي نفس الوقت هتسيبه جاف كده وملمسه حلو، وهتسيبه كمان ريحته لحد ما حلوه شويه، بتساعد طبعا مع الديودرنت.
كمان من المهم اول نقطه اتكلمنا فيها وهي الترطيب، ان احنا نرطب الجسم داخليا عشان ما ياخدش موقف دفاعي كده ويبتدي ان هو يفرز عرق اكتر. فكمان مهم الترطيب الخارجي باي نوع مرطب، بس يكون حاجه طبيعيه، يعني حاجه مثلا زي زبده الكاكاو بتاعه الجسم، زي جل الصبار، برده من الحاجات اللي هترطب المنطقه دي حلو جدا ومش هتاثر عليها ولا فيها اي عطور ولا اي حاجه، وهتخليها تهدى كده ما تبقاش عايزه تفرز عرق زياده. لو انا كمان عندي يوم طويل وعندي مشوار مهم ومش هقدر مثلا اخد اي تي شيرت او حاجه واغير وانا بره البيت، ممكن ان احنا نستخدم الفوط اللي هي بتمتص العرق الزياده دي، ممكن تلاقوها اونلاين بتحطيها كده في التي شيرت بتاعك، هي بتلزق عادي زي الفوط الصحيه، بتلزق حلو كمان وهي تمتص معاكي العرق الى حد ما بشكل حلو جدا. وليها كمان بديل متوفر اكتر وهي الفوط اليوميه العاديه اللي هتلاقوها جنب الفوط الصحيه في اي سوبر ماركت او في اي صيدليه، بس مش النوع اللي هو المفروض كده، يعني بصوا شكل العلبة بيبقى كده وهي بتبقى جوه مفرودة، هاتوا النوع اللي هو اللي بيبقى متطبق صغير كده، لانه الفوطة بتبقى صغيرة وبتبقى مرنة اكتر، يعني سلام مريك بس من مرة، ايوه بتبقى ايه فيها مرونة، فلما هتلزقيها مش هتفك، انما دي لما تيجي تلزقيها هتلاقيها فكت معاكي كده على مدار اليوم وهتضايقك كمان، احسها مش لطيف. فهاتوا الفوطة اللي هي اليومية بس الصغنونة اللي هي بتبقى متطبقة وبرده يعني بتبقى في كيس كده مش في علبة، الحيل دي هتنفعكوا جدا وهتقلل من موضوع العرق الزائد ده. بس اهم حاجه بصراحه لازم اقولها النهارده، وهو لو انت مثلا الموضوع عندك مشكله مرضيه او لو انت لسه صغيره ففي سن المراهقه، فده وضع طبيعي جدا انه بيبقى بسبب هرمونات المتلخبطه في الفتره دي انه بيبقى فيه افراز للعرق زياده شويه عن المعدل الطبيعي عن الستات والبنات العاديه، فدي ولا حاجه مخجله ولا حاجه محرجه ولا حاجه تبقي يعني مكسوفه كده وهي حاصله لك، لان هي حاجه خارجه عن ارادتنا، كل الناس بتعرق، كل الناس يعني عندها نفس الحاجه، مفيش مشكله يعني. فلو حصل انت بتبقيش حاسه بقى انه ايه انا عرقانه، فاللي هو نزود التوتر، خدوا بالكم ان التوتر من اكثر الحاجات اللي بتزود افراز العرق، فانت كل ما تكوني عايزه تداري في الموضوع وقاعده مقفله على نفسك كده ومكسوفه ومحرجه، كل ما هتلاقي الموضوع بيزيد بقى تبقي بتشري العرق بقى من كل حته مش كمان من مناطق معينه. فعامه يعني الموضوع مش مستاهل، بس احنا اللي نقدر يعني نتعامل معاه نقدر نقلله نعمل كده، ليه ما نعملش كده، حاجه حلوه يعني. بس كده دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده، بحبكم، اتمنى لكم حياه صيفيه رائعه جميله في سلام وهدوء، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير.